فيها غير منطقية. الكهلنة هذه سياسة الكهلنة هذه أنا ترى بصريح العبارة شكون سياسة الكهلنة هذه هلكوا بها البلاد. إحنا كشباب ما لقيناش فيها تلبسوا فيها تحركوا. خويا وظفني معليش نهضر حاجة ونهضرها في الفصوى. حالين مناصب للتخصص مناصب رزيدانة حالين يا سيدي حالين 200 تخصص 200 مصري كاين 900 يفوت 700 قادرين يوفروا 200 مصري والباقي نقولوا واحد 200 يروحوا جينيرالي واللي بقاو وين بيهم؟ إذا ما قدرتش توظفهم دير لهم توفيق شهادة خلي روحي يشوف على روحي يسترزق. أيوه كاين خويا كيما أقول قالوها وما قالك لي ما عندوش حال يبدل البلاد هذه هي خويا مثالي أنا طبيب أعطيني حقي يا خويا قريت راني أنا قريت 7 سنين خلي دقيقة نكمل أنا قريت 7 سنين وتمرمت وطحت ونط وشري في ليكور وطلعت وأسيستي في الشتا في البرد في السخانة في قاع الظروف وسمحت في وقتي سمحت في العيد.